Ik sta hier bij het Saoedisch consulaat in Istanbul, waar op 2 oktober Jamal Khashoggi naar binnen ging en het niet overleefde. Hij had nog van allerlei plannen, waaronder het opzetten van een Saoedisch tv-station, waarop vrij over Saoedi-Arabië zou kunnen worden gesproken. Daar hebben de Saoedi's een stokje voor gestoken. Degene die dat wel heeft kunnen doen is Egyptische dissident Ayman Nour. En wij gaan nu op weg naar zijn studio, El Sharp. En we gaan spreken met de tv-presentator van dat tv-station. Sowieso is dat tv-station heel erg populair in de hele Arabische wereld. Ik voor Turkije wel mis van Masseria. أنا في تركيا لأن وجودي في مصر يمثل تهديد لحريتي وحياتي. وحضرتك ممكن توصف لنا يعني الصداقة مع جمال خاشقجي؟ جمال كان صديقي من 35 سنة، تربطنا صداقة طويلة جدا، كمان إحنا بنشترك في كثير من الآراء السياسية، لذلك كان في تقارب سياسي وتقارب شخصي بيني وبين جمال طوال 35 سنة. ممكن تصف لنا يعني قناة الشرق يعني هي قناة ليبرالية فيها تنوع لكل الآراء وكل المواقف وكل التوجهات السياسية. احنا شفنا تغريدات في التلفزيون المصري من القاهرة. ممكن تصف لنا يعني منين الأخطار جايين؟ الأخطار من أنظمة مستبدة، سواء كانت النظام المصري أو النظام السعودي أو النظام الإماراتي. هذه الأنظمة يعني تشعر بالخطر مما نبدي من آراء، وبالتالي ترسل إلينا مثل هذه التهديدات عبر الإعلام وعبر الرسائل الخاصة، والحقيقة ده تهديد خطير. في ناس بيقولوا يعني في الإعلام العربي وكمان الغربي إن جمال خاشقجي هو كان من الإخوان، وأنت تقول إيه؟ لا، جمال في طفولته كان يعني له توجه إسلامي في الطفولة، يعني عندما كان 15 سنة، لكن فيما بعد أعتقد أن جمال أقرب إلى الليبراليين منه إلى الإسلاميين. إسطنبول يعني هب أو مكان للمعارضة العرب، ليه أنت تفتكر يعني؟ لمت كل أطياف مش بس المعارضة، كان سيصبح توجها سياسيا إذا كان من يتواجد في تركيا المعارضة. هناك أكثر من 7-8 مليون عربي الآن في تركيا، عراقيين، سوريين، يمنيين، مصريين، جزائريين، تونسيين، كلهم يجلسون في تركيا في هذه اللحظة. إزاي حضرتك عرفت عن جمال خاشقجي؟ جمال خاشقجي صديق، أعرف جمال خاشقجي كمذيع وكإعلامي، لكن بصورة شخصية تعرفت على جمال خاشقجي من أكتر من 2.5 سنين عن طريق دكتور أيمن نور اللي هو رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وصديق على المستوى الشخصي. هو كان صديقه جدا، جمعتنا لقاءات مشتركة، قعدنا لمدة 1.5 سنة يعني نلتقي على العشاء على الغداء، لكن كلما كنت أتحسس أن نجري لقاء كان جمال كان هذا صعبا، وكنت أتفهم هذا. وفي السنة الأخيرة قبل وفاة جمال خاشقجي، جمال بادر من نفسه ولقينا عنده ترحيب وأجرينا لقائين، فتحولت العلاقة الشخصية لعلاقة عمل. جمال لما جه هنا حتى الفريق العمل، بعيدا عن شخصي، كل فريق العمل اللي انت شايفاهم اتصور معاهم صورة جمعية هديها لك تبقى تنزليها في الموضوع. جمال من الشخصيات الله يرحمه اللي تحبيه مجرد ما تشوفيه، كان شخصا طيبا بجد. عرفت ان كان في فكرة من جمال خاشقجي كمان عشان يفتح تلفزيون في اسطنبول. الفكرة الرئيسية كانت قناة العرب اللي كان هيفتحها للوليد بن طلال في البحرين، والقناة تقريبا اشتغلت يوم واحد بس وبعدين تم إيقاف قناة العرب. جمال كان بيحاول ان هو ينشئ مشروع جديد، لكن المشروع ما كانش وصل بالفعل للتطبيق، يعني كانت فكرة. طبعا يعني لشغلك ممكن تقول حاجة عن ده ولا؟
شوفي، أنا شايف إن أي تمن بيدفع على المستوى الشخصي هو تمن بسيط جدا، لأن الحرية هي أغلى سلعة في الكون. والآن حبس 5 من عائلتي، خرج 4، والآن في واحد محبوس بقاله أكتر من 9 شهور. المشكلة والألم إن غيرك بيدفع تمن القضية التي اخترتي أن تحاربي من أجلها. موت خاشقجي حدث ليس حدث بسيط، وتفاعلاته ستستمر لسنوات وليست لأيام، وعن سيربط يومها المحللين إن ده من توابع قتل خاشقجي، زي ما موت خالد سعيد في مصر وموت أبو عزيزي في تونس. ما زالت التفاعلات التي تحدث في المنطقة العربية بعد مرور 8 سنوات فوز الثورة المضادة في مصر بصورة مؤقتة، خلى الوضع يزداد سوءا في سوريا، خلى الوضع يزداد سوءا في اليمن، خلى الوضع يزداد سوءا في ليبيا. موت خاشقجي هو بداية انكسار هذه الموجة من الثورة المضادة، ونهاية هذه الثورة المضادة ستكون نتيجة تفاعلات موت خاشقجي. تذكري مني هذه الكلمات أنني قلت لك. شكرا، شكرا لك، شكرا. أنا سعيد جدا، شكرا لك.